راح أحكي لكم عن واحدة من الطرق الخاطئة وشو تأثيرها كمان السلبي على نفسية الأطفال من خلال أخطاء الأباء في التربية، وهي إثارة الألم النفسي. كيف يعني؟ خليني أقولكم كيف. بيكون لما تشعر الطفل بالذنب كل ما عمل سلوك مش مرغوب، وكمان لما يبدأ الأب أو الأم بتحقير الطفل أو بس بيدوروا له على أخطائه وبينتقدوه، وبهيك بيصير عند الطفل تدني بثقته بنفسه، وبيصير متردد دائما على أي إشي بيعمله لأنه خايف إنه يخسر حب أهله أو الأكبر منه. وبس يكبر راح تكون شخصيته انسحابية وما عنده ثقة وعدم الشعور بالأمان، وبيضل حاسس إنه الكل بيتطلع عليه فبيخاف أكتر وبيبطل يحب نفسه وبيحطم نفسه.